أهلا بكم. منذ تأخر اختيار رئيس مجلس النواب تصاعدت المخاوف بشأن انعكاسات هذا التأخير على مستقبل تعديل الوزارة المرتقب. رئيس الوزراء كان قد شدد في تصريحاته الأخيرة على أهمية الإسراع في حسم هذا الملف، وأكد أن حكومته تنتظر استكمال هذه الخطوة لتمكينها من إقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم دقيق لأداء الوزراء. فالبرلمان باعتباره الركن الأساسي في العملية السياسية والتشريعية يواجه حالة من الجمود، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التأخير على الملفات الحيوية الأخرى وانعكاساته المحتملة على الاستقرار السياسي ومسار الإصلاحات التي يتطلع لها الجميع. أهلا بكم.